يتواصل القتال على مشارف مدينة سرت، حيث لا زال الموالون للقذافي يبدون مقاومة شرسة أمام تقدم مقاتلي المجلس الانتقالي، تقدم يعيقه انتشار القناصة على أسطح المباني. وقد شنت تعزيزات من مقاتلي المجلس هجوما كبيرا من جهة الشرق، وتمكنت من تضييق الخناق على القوات الموالية للقذافي وطوقتهم في منطقة ضيقة لا تتعدى الكيلومتر. المعلومة الواضحة والأكيد اللي لدينا الآن أن هذه المنطقة المحاصرة فيها تقريبا يتجاوز 500 مقاتل، ولعل هناك شخصيات كبيرة جدا جدا، وبإذن الله وفقنا الله بالقبض عليهم أو بقتلهم، وتكون لفرحة لكل ليبيا، بل أظن أن العالم سيفرح بمقتل الشخصيات التي تكون داخل مدينة سرت. وأتي هذا بعد نجاح قوات المجلس في السيطرة على بني وليد، ثاني معقل للرئيس الليبي السابق معمر القذافي، إلا أن المجلس الانتقالي مصمم على أن لن يعلن عن تحرير البلاد وتشكيل الحكومة إلا بعد السيطرة على سرت، لأن ذلك ينطوي على أهمية رمزية، كما أن انتهاء العمليات العسكرية سيسهل من إقناع المقاتلين على تسليم أسلحتهم للحكومة الجديدة. حتى توا يبو سلاح توا نعطيه المدة ونية توا قدامهم ونروح طول، ما عنديش مشكلة، أنا برمي أهم حاجة الأمن والاستقرار في ليبيا. ويعبر كثير من الليبيين والمؤسسات الدولية عن قلقهم حيال استمرار الشباب في حمل أسلحتهم في شوارع مدن خلت من القتال، وتنتشر الأسلحة في ليبيا بكثافة في أيدي المقاتلين والمدنيين الذين لا يخفونها. ما يقرب حد وبعد على الصغار، ومش مسلمة لم تنظف البلاد ويشدوا القذافي وماشي شيء في البلاد يتسلم السلاح. ويؤكد قادة المجلس الانتقالي أن الليبيين يتعاونون في هذا الشأن، وأن ثقافة حمل السلاح لن تصبح جزءا من المجتمع المدني في بلادهم. اليوم يوميا يعني يومي شبه يوميا الناس تجيب، تصبحت الناس كنا احنا نلفوا على البيوت ونسلمونا في السلاح، تصبح المواطن يجي اوتوماتيكيا يسلم سلاحه. وقد أدى إطلاق الأعيرة النارية بهدف الاحتفال أو إخافة الآخرين إلى إصابة عدد من المواطنين، خاصة وأن الأعيرة التي تطلق في الهواء تعود لتسقط فوق رؤوس المحتفلين. نوال أسعد، بي بي سي.